نايم سي يا حبة العدايسي يا حبة العدايسي بعتتني معلمتي بعتتني معلمتي لا اشتري لك كوز بصل لا اشتري لك كوز بصل وقع مني وانكسر وقع مني وانكسر برافو. شو اللي وقع وانكسر يا شباب؟ النايمسي. النايمسي وقعت وانكسرت؟ ما هي؟ لا ما هي. مين بيعرف منكم شو اللي وقع وانكسر؟ جورج. البصل استاذ. عود. مدام، شو اللي وقع؟ وقعت القداحة على الطريق اتكسرت. اسمعي لي السيجارة، ما في احترام للمدرسة؟ ممنوع الدخان بالصف. ممنوع. شو اللي وقع؟ أنا عرفتها. شو اللي وقع؟ وقعت السرنانكية. كتابة كوميدية بامتياز، تمثيل مهني وعفوي بنفس الوقت، مواقف فكاهية بالعمق، قصص حب محبوكة ببعد اجتماعي تراجي كوميدي، وكل هالشي ضمن قالب محلي صرف بحاكي ثقافتنا، بحاكي أفكارنا وذهنيتنا ولغتنا. من الثمانينات لليوم كل هالمشهد تبدل، وأصبحت الكوميديا بعصرنا الاستهلاكي محكومة بالابتزال. أكيد اليوم هدفنا مش الوقوف على الأطلال، إنما وبذكرى غياب أحد أهم رموز الكوميديا الفنان إبراهيم مرعشلي، رح نحاول نفهم سبب هالتراجع عبر المرور على أكثر الأدوار يلي برع بتجسيدها. ورح تلاحظوا أنه هالأدوار يلي برع فيها وصارت جزء من وعينا ومن ذاكرتنا كان هو فيها الممثل والكاتب الدرامي. لا انا اخر لقمه. لا قليلي اخر لقمه من ايد الحب، لانه هي اللي بتغزه. يلا كلمه. يلا حبيبي يلا. شو هذا يا دنيا؟ انا حمزه قصابه ومو مش بيلك ببيت مي ومش بيلك. انت قصصتي ومو مش بيلو صح؟ مين بالصابه قص؟ الله يخليك. ايش كبيت مي؟ يلا يلا يا حبيبي. الأعمال الثلاثة يلي رح نحكي عنها اليوم هي أعمال تلفزيونية، وعلى الرغم من أنه إبراهيم مرعشلي بدأ مسيرته المهنية مع شوشو ومع المسرح اليومي اللبناني، وكان له عدة تجارب مسرحية ثم أيضا عدة تجارب سينمائية، إلى أن كان مؤنس الناس عبر شاشة تلفزيون لبنان بالثمانينات لما كانوا المواطنين أسرى منازلهم بسبب الأوضاع الأمنية، وكانوا ينتظروه بالتحديد بإبراهيم أفندي، بالكابتن بوب، وبالمعلمة والأستاذ. وبهالثلاث مسلسلات بالتحديد برزت موهبته التمثيلية والكتابية الاستثنائية النادرة. منك حافظ بالدرميل؟ ايه على راس. سؤال بالحساب؟ ايه عدس وترابه كل شيء بحسابه. شوف حبيت لك سؤال يمكن يجيك بالامتحانات، هو صعب منه صعب بس بدك تفكر فيه شوي. تفضل. واحد وواحد قديش بيعملوا؟ بقصف عمره اللي بيجاوبه. بعدم ينقله. وحده بيجاوب. يلا ابو عبد. واحد وواحد ابو عبد. مرات اثنين ومرات 11. بقبوله. انت شو بتشتغل يا بابا؟ محسوبك لحام. اهلا وسهلا. طيب بدي اسالك سؤال. تفضل. اشتريت يعني؟ نعم. انه حضرتك اشتريت كيلو لحمه ب10 ليرات. نعم. وبعته للزبون ب50 ليره. قديش تكون ربحت؟ 5 ليرات. كيف حسبته؟ اشترينا الكيلو ب10 ليرات، مزبوط؟ لحد هلا مزبوط. 10 ليرات منهم كنيسة وحراسة وخوة. مزبوط. صاروا 20. مصروف أرجيلة وتنبي وفحم وفنجان قهوة 10 ليرات. صاروا 30. 10 ليرات أجار أشرطة للفيديو للمرأة والأولاد. صاروا 40.
خمس ليرات منخبيها لغادرات الزمان. صاروا 45. أبي يبقى 5 هذا المربح. الله لا يشبعك يا أبو العبد. ما بقي حدا إطلاقا ما تسمر أمام شاشة التلفزيون بانتظار أنه يبدأ عرض المعلمة والأستاذ ليطلق العنان لضحكاته على وقع نهفات الأستاذ إبراهيم وليتابع بشغف تضحيات المعلمة هند أبو اللمعة والناظرة ظريفة يلي طبعا لعبت الدور ليلى كرم بسبيل محو الأمية. هالمسلسل يلي بدأ عرضه بالعام 1980 وأخرجه أنطوان ريمي ما شارك فيه إبراهيم مرعشلي بمثابة بطل العمل فقط، إنما خاض تجربة تأليفه وكتابة السيناريو والحوار. مسلسل اعتبر من أنجح المسلسلات يلي أنتجتها شاشة تلفزيون لبنان على الإطلاق، على الرغم أنه كان مليء بالمجازفات بسبب تصويره خلال الحرب الأهلية. كل يوم ترددي 50-60-70 مرة. أنا بردده كل يوم. وعندك منه بالبيت. شو اسم عاصمة السنغال؟ عندك منه بالبيت، جاوبي. عرفتها، طنجرة البخار. اسم عاصمة السنغال طنجرة البخار؟ بيشلح كيف تطير البخار اللي براسك هلا؟ فكري يا بنتي، فكري فكري وجاوبي. استاذ الله بخليك، هيني السؤال شوي مثل ما هينت لهم اياه لالهم. طيب هيني السؤال، بس فكري وجاوبي. ها؟ ايه. يعني بيك تقولي جوزي فرع من الاسم. ايه؟ وشو خص جوزي بالعاصمة؟ ما عادة يعني هو اسم العاصمة بيطلقوه على 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 الرجال عادة، عرفتي كيف؟ ايه. طيب. إيه؟ اسم عاصمة السنغال؟ عبد الله. بك عبد الله اسم عاصمة السنغال؟ وجوزي اسمه عبد الله. لك شو خص عبد الله بالسنغال؟ رجع بيطلع يكف عن نفسك، عن جد نفسك عن جد. شفتي بقى؟ تعلمينا شو هي؟ عاصمة السنغال اسمها ذكر، يا ذكر. المعلمة والأستاذ ما كان المسلسل الوحيد يلي حقق شهرة إبراهيم مرعشلي ونجاحه كممثل وككاتب درامي، ولكن كمان مسلسل إبراهيم أفندي جذب كمية كبيرة من المشاهدين. المسلسل يلي كتب له مرعشلي السيناريو والحوار وشاركوا فيه تمثيلا القديرتين فريال كريم وليلى كرم وأخرجته ماري تيريز سلهب عام 1989، لعب في مرعشلي دور شرطي سير بحب الفن وبيلتقي بنجومه وبيجبرهم على تقديم وصلي بالشارع. عمل لي اسمك فيتا اسم المطرب الكبير تبع تلفزيون ربيع القولي. عادي ما بعرف ربيع القولي انا. انت بتعرف مين ربيع القولي؟ طبعا بعرفه، عز اصحاب انا وياه. كنت انت وياه بالمدرسه يمكن مش هيك؟ لا ما كنا بالمدرسه، بس هو صاحبي من التلفزيون، يعني انا بشوفه في التلفزيون. نحن بالبيت عندنا تلفزيون كبير بالالوان، بفتح التلفزيون كل اللي بيطل وبيغني بيعجبني صوته. طب طلع فيي. برام وجهك هيك شوي، ما فيك جنس الشبه منه. بتقلي ربيع القولي انت بعيد كثير، كثير بعيد. هلا ربيع القولي يا فندينا. ولك مش انت هلا بتضيعني. اما مسلسل الكابتن بوب مع المخرج فارس الحاج فاخذ كمان نصيبه من الاهتمام والمشاهده من لما تم عرضه بالعام 1988. كابتن بوب عاش فيه ابراهيم مرعشلي مغامرات ومواقف طريفه مع مضيفات الطيران والركاب على متن الطائرة. هالمسلسل هو أيضا من كتابة إبراهيم مرعشلي وهو من وحي مسلسل إبراهيم أفندي يلي كان يختص بنجوم الأرض، بينما الكابتن بوب كانت تجرى أحداثه بالفضاء مع النجوم والفنانين وبين أفراد الطاقم والركاب. نزل الدولار؟ لا لا، يعني في شيء ما نزل، بس مش الدولار، مش الدولار. يا شوفي بس خوفين مو بدي بلش. لك يا خي يا خي بلش من أول الخبر. من أول الخبر؟ من أول الخبر. أوكي، أعصابكم كيف؟ تمام يا عمي، تحت قلبنا فزعت نقول. أوكي، الطيارة ما عم ينزلوا. إذن مثل ما شفنا إبراهيم مرعشلي هو الفنان المتكامل يلي بتفتقده الشاشات اللبنانية، واليوم بتفتقد أكيد عبقريته يلي تجلت بأنه استطاع إضحاكنا من دون ما نشعر بالمبالغة بالأداء. هو يلي كان يؤمن بمدرسة البساطة بعيدا عن التكلف والإبهار. بلا باراشوت؟ لا بس بعدك أنا إذا نزلت بلا باراشوت.
مريم عم تسمعيني؟ أكيد أكيد. بونجور. بونجور مريم. أول شي بيعانوا عن جد بيعانوا، ومثل ما قلت بالبداية إنه رح نرجع نستذكر مشاهد بعدها محفورة بذكرتنا. إبراهيم العشلي أثبت بأنه هو واحد من أهم نجوم الكوميديا. هل قدم خلال مسيرته أدوار درامية؟ وإذا إيه، هل نجح بهالأدوار؟ أكيد. هو مثل ما قلت سابقاً، ما اكتفى إبراهيم العشلي بالمسرح والتلفزيون، ولكن شارك ببطولة أفلام مصرية ولبنانية، وكان معظمها أدوار درامية، من أجمل أيام حياتي أمام حسين فهمي ونجلاء فتحي، وبريز والحب كمان وقف أمام صباح ويوسف شعبان، ونجح فيها كل هالأفلام، بالإضافة إلى أنه استقطب الأنظار بدور الشرير بفيلم موعد مع الحياة مع إلسي فرناني. مثل ما قلت سابقا، إبراهيم العشلي فنان شامل بكل ما للكلمة من معنى، خاصة أنه هو منه فقط ممثل وكاتب، ولكن كمان شارك بإعداد وتقديم البرامج التلفزيونية، وكمان شارك بدبلجة الرسوم المتحركة. مريم، ليش ما عندنا حاليا مسلسلات كوميدية ناجحة جماهيريا مثل يلي قدمها إبراهيم العشلي؟ يعني المشكلة هي على مستوى المواهب التمثيلية أو على مستوى كتابة السيناريو؟ أكيد بيارات، المشكلة هي على مستوى كتابة السيناريو. أولا، يلي عم يكتبوا اليوم وبشكل خاص للسينما والتلفزيون هن بأغلبهم أشخاص إجوا إلى الكتاب مباشرة من الجامعة أو المعهد، يعني إجوا من ثقافة غير ثقافة العيش والتفاعل مع الناس، بالتالي عم يكتبوا معتمدين على الأفكار المسبقة الجاهزة. أما أسلوب إبراهيم العشلي فمختلف تماما، هو كان يستوحي قصة المسلسل وفكرته من تجارب عاشة ومواقف وناس عرفهم وعشرهم. مشكلة تانية هو أنه اللبناني ما عاد يؤمن بأنه اللي عم بيعيشه كشخص عادي هو جدير بالاهتمام وبالتحول إلى قصة، بمعنى آخر فقد الحس الشعبي الحقيقي بمجال الإبداع، وصار التوجه نحو الغرب للتشبه فيه وبأفلامه، وابتعدنا عما يشكل خصوصيتنا، بعكس ما عمله إبراهيم العشلي أو معظم يلي جايلوا من الكوميديين. نعم. بشو رح نختم؟ نختم بمشهد من مسلسل إبراهيم أفندي. أوكي مريم، شوفك الجمعة الجاية. بلا بلا. إيه؟ وليش ما رجعتها؟ لك ليش ما سمعت مني؟ لك يا حبيبتي، لأنه مش أنا اللي اختطتها، هني اللي أهلها أجوا خطبوني. لوين رجوليتك؟ لوين رجوليتك؟ وين؟ لك بتذكر أنا كانت موجودة. إيه؟ إيه، كانت موجودة. لأ، أنت كيف هون عليك؟ كيف هون عليك إنه تيجي يجوا أهلها لهون ويطلبوا إيدك؟ لك كيف هون عليك؟ أنت رجل ولا مش رجل؟ لك رجل يا ستي، بس مين قال لك إنه أنا وافقت؟ ما وافقت بعد أنا. والحفلة اللي كانت اليوم شو كانت بروفا؟ هيدي اللي غنينا فيها، غنينا فيها لولو لوليش، كانت بروفا؟ لا هني كانت حفلة مزبوطة هي، بس أنا حضرت الحفلة، بس ما قلت له إذا ما يفق تزوز ولا لا، تركتها مشكولة بس. ولما نظروا عنطر خلفهم هاجوا وماجوا قبل أن يقعوا بسياجوا. إذا فيك تهرب، هرب لإلا. لك وين فيني أهرب؟ ليه حتعمل معي هيك؟ لك حتوقفي لي قلبي. أحسن إيدك، أحسن إيدك. استنى استنى شوف. أنت طبيعي أنت؟ أنت طبيعي أنت؟ شو بعمل فيك؟ شو بعمل فيك؟ بحط على تمك شرطتون؟ لا ما تحطي شرطتون، ما تحطي شيء على تمي، بس أنت رجوع بتطرديني، ما بكفيني تكيت ورعبيت العيشة بالأيام. يعني مش حرام عليك؟ مش حرام عليك تلطاني عند الجماعة ساعة غني وقفي على البراندا وأنا طالع حتى افتكروني حرامي وكان رح يحبسوني؟ يا ريت تحبسوا. متابع حلقتنا وضيفنا لليوم ربيع خوري، المنسق العام لمهرجان مواهب بيروت. اهلا وسهلا فيك ربيع. خلينا نقول انه رح نحكي عن نشاطين انطلقوا امبارح بنفس الوقت بسينما متروبوليس، بس قبل، وبما انه امبارح شفنا العرض الاول لفيلم كفر نحوم، خلينا اخذ رايك هيك شوي باهميه هالفيلم ومشاركته بمهرجان كان. كل فيلم لبناني طبعا عم بيشارك بمهرجانات عالمية هو فيلم يمكن يستحق المشاهدة، ونادين أكيد هي مخرجة العالم ناطرتها، فمن بعد هالأشهر من الانتظار أكيد مهم أنه الناس تحضر هالفيلم. حضرته؟ حضرنا الفيلم بكان، كان عرض مؤثر جدا أكيد، ونادين كانت متأثرة جدا.
بس مهم انه الناس هي تقدر تحضر الفيلم وتعطي رأيها فيه، واكيد الفيلم يخلق نقاش وتشجع السينما اللبنانية. أكيد اصلا أكيد. صعب حدا يظهر من هيدا الفيلم وما يكون تغير شيء جواته، هيدا الشيء على الاكيد. عم نحتفل بالدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الألماني هالأسبوع يلي سنة عن سنة في كتير ناس صاروا ينطروه، وبتزامن دايما معه كمان مواهب بيروت، تالنتس بيروت. رح ندور اليوم معك ربيع على هالنشاطين يلي عم تستقبلهم سينما متروبوليس سوفيل. أول شيء الانطلاق كان مبارح كمان مع تحية للممثل الراحل رومي شنايدر، بما أنه فيلم الافتتاح كان عنا بأسبوع الفيلم الألماني. أول شيء شكرا كتير لأنه دايما بتغطوا لنا نشاطاتنا وبتشجعوا السينما اللبنانية، إنما بتشجعوا السينما ذات الإنتاج المستقل. فيلم مبارح كان 3 Days in Quiberon، افتتح الدورة الخامسة لمهرجان الفيلم مع مخرجة الفيلم بحضورة إيميلي عاطف يلي كانت حاضرة معنا بمتروبوليس بال 2008 وقتها كنا قاعة صغيرة بالحمراء، وبعد 10 سنين عم بتقدم فيلم الجديد، فكان بالنسبة لنا لقاء كتير مؤثر. الفيلم كان الفيلم شارك بمهرجان برلين السينما الدولي بالمسابقة، وهو فيلم عن ثلاث أيام من حياة رومي شنايدر قضتهم وقتها كانت عم تعمل ريهاب قبل ما تتوفى بكيبرون بفرنسا. كان عرض مفول، فبصرنا انه نعرف انه الجمهور عم بيتابع اكيد السينما الالمانيه والسينما بالعالم بشكل عام. ربيع خبرنا شوي عن مسار هالنشاطين، يعني ليش مع بعضهم ومرتبطين او لا؟ هالنشاطين تنظموا جمعية متروبوليس ومعهد جوتي بلبنان. طبعا مش صدفة انه هالنشاطين عم بيصيروا سوا، لانه مواهب بيروت تابع لمهرجان برلين اللي هو البرلينالي تالنتس، اللي هو اذا بدك المشروع الام، بيستضيف كل سنة بخلال مهرجان برلين اكثر من 250 موهبة عالمية ليشاركوا بندوات وورشات عمل. وقتها نحن بلشنا ننظم مواهب بيروت، نحكي عن مواهب تخرجوا يعني ولا مواهب كلهم تخرجوا، وعدد من هالمواهب اذا بنلاحقهم عبر السنين عم بيشاركوا باهم المهرجانات افلامهم. وقتها كانوا هن مواهب طوروها وصارت افلام، هلا عم بتشارك بمهرجان برلين او بغير مهرجانات. فنحن وقت اجوا لعنا على بيروت قالوا لنا بدنا نعمل شيء معكم بالنسبه للعالم العربي، قلنا لهم نحن بهمنا انه نضوي على التقنيين بهالافلام لانه ما عندهم فرصه انه يسافروا مثل مخرج مثل كاتب مثل منتج، فحبينا انه نضوي على المتصورين، مدراء التصوير، مصممي الصوت والمؤلفين او الاديتورز. عم بيكون في محترف يعني خلال هالبرنامج ربيع؟ في اكيد محترف، في 21 موهبه عربيه نقاهم جوري لجنه التحكيم ليشاركوا بهيدي الدوره، جايين من 8 بلدان عربيه مختلفه، حتى من بلدان يمكن ما مش بالضروره نسمع فيها على الخارطه السينمائيه مثل الجزائر، مثل العراق، مثل السودان، مثل السعوديه، فبصيرنا كثير انه نستضيف. قديش بصير في نقل ثقافات ومواهب وخبرات ان كنا عم نحكي من فيلم للتاني او من بلد للتاني؟ امبارح وقت عملنا وقت المواهب كانت عم تعرف على بعضها، في صبيه لبنانيه قالت انا كثير مبسوطه انه اكون هون لانه المواهب اللبنانيه ما بعرفها، فاذا الموهبه اللبنانيه ما بتعرفها يعني اكيد مصمم الصوت الجزائري مش هيعرف هالمصمم الصوت المصري، او يعني نحن كمان بهمنا ان يصير في تشبيك بين المواهب نفسها قبل ما نحكي بين المواهب والخبراء اللي نحن جايبينها. خلينا نرجع لاسبوع الفيلم الالماني، كمان هالدوره عم بتكرم ممثله المانيه راحله وكمان كان عندها تاريخ كثير كبير بالسينما الالمانيه. هانا شيغولا. كل سنة نحن بإطار هالمهرجان عم نجرب نضوي على أبرز الأفلام الجديدة ذات إنتاج ألماني، بس كمان دايما عندنا الارشيف، عندنا تخصيص بالارشيف مع افلام مرممه جديده. مرممه جديده يعني انه هلا عم تنعمل على ديجيتال لنذكر الجمهور اللبناني بشخصيه معينه ان كان مخرج او ان كان ممثل. السنه نقينا هانا شيغولا وعندنا اربع افلام عم نعرضها، من افلام لفاسبندر، فيلم الختام هو فيلم لفتح اكين، وطبعا في عندنا فيلم لالكسندر سوكوروف اللي هو فاوست اللي ربح الجولدن لاين بفينيس من كم سنه. هالقد بفرجه هي كمان كممثله كانت فيرساتايل انه تتعاطى مع مخرجين هالقد مختلفين، مع مواضيع هالقد مختلفه، من فاسبندر سنين لورا طبعا فتح اكين. اوكي، لايمتى مستمر النشاط او النشاطين؟ النشاط الاول بلش امبارح اللي هو تالنتس بيروت وبيستمر لنهار الاثنين، ومهرجان السينما الالمانيه بلش نهار امبارح كمان وبيستمر ل 23.
منيح. اوكي، العروض كلها بالمتروبوليس على الساعة 8 مساء. طبعا. ربيع خوري المنسق العام لمهرجان مواهب بيروت، نحن بنتشكر حضورك باستوديو اخبار الصباح، كل التوفيق لكم بهالدورة الخامسة اللي عم بتقوموا فيها، واهلا وسهلا فيك بلبنان بما انه انت كمان صرت اهلا وسهلا. شكرا. بريك ونرجع.